السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف العاشر في حصة جديدة من حصص الرياضيات. درس اليوم يا مس درس الرابع، حل المعادلات المثلثية. حل المعادلات المثلثية، نفتح مع بعض صفحة 100. المعادلة المثلثية هي معادلة متغيراتها نسب مثلثية لزوايا مجهولة. كنا زمان لما بدنا نحل نيجد حل المعادلة هي إيجاد قيمة X. حل المعادلة هي إيجاد قيمة X. اليوم بدي أحل المعادلات المثلثية. أهم إشي عندي بهذا الدرس يا مس مثال واحد صفحة 100. مثال واحد صفحة 100، مهم جدا جدا. مثال واحد صفحة 100، خلينا نركز مع بعض بالمثال. عندي حل المعادلات علما بأن X، طبعا X بتكون محصورة بالأربع أرباع من 0 ل 360. إذا X إما بالربع الأول أو بالربع الثاني أو بالربع الثالث أو بالربع الرابع. عندي أنا 2 ساين X تساوي 1. إيش يعني حل إيجاد قيمة X؟ حل المعادلة هو إيجاد قيمة X. حل المعادلة إيجاد قيمة X. انتبهوا كيف يا مس بدي أحل. عندي 2 ساين X تساوي 1. بعتبر ساين X كأنها متغير ساين X. هلأ 2 ساين X مضروبة ب2، بقسمها على 2، بقسمها على 2، صير عندي ساين الإكس تساوي نص. إيش قيمة إكس؟ ما هي الزاوية التي ساينها يساوي نص؟ اللي هو ساين، بحكيها ساين الإنفرس للنص. يعني هاي تساوي ساين الانفرس، يعني بشكل عكسي. ما هي الزاوية؟ ايش الزاوية اللي الساين إلها نص موجب واحنا حفظناها بالربع الاول؟ ساين موجب، الساين عندي موجب، الساين موجب بيكون بالربع الاول والربع الثاني. إذا ساين موجب، متى بتكون الساين موجب؟ في الربع الأول والربع الثاني، هدول اللي حفظناهم. إذا متى ساين بتكون موجب؟ في الربع الأول والربع الثاني ساين بتكون موجب. طب ما هي الزاوية؟ خلينا للربع الأول. ما هي الزاوية في الربع الأول التي ساين إلها نص؟ برجع على الجدول اللي أنا أصلاً لازم أكون حافظه. عندي هون أنا إيش الزاوية الساين إلها نص؟ هي النص. ما هي الزاوية اللي الساين إلها نص؟ إذن الزاوية 30. إذن X تساوي 30. هون أول واحدة قيمة X تساوي 30، لأن الساين 30، ساين 30 يساوي نص. ساين 30 يساوي نص. هون ساين الانفرس، يعني ما هي الزاوية التي ساينها نص اللي هي 30. إذا X تساوي 30 في الربع الأول. طيب حكينا إحنا الساين موجب بالربع الأول وبالربع الثاني. طيب بالربع الثاني أنا حكينا كيف بدي أوجد ما هي الزاوية المرجعية في الربع الثاني. الزاوية المرجعية بالربع الثاني 180 ناقص الزاوية الأصلية. يعني بحكي في الربع الثاني الزاوية
الزاوية المرجعية تساوي 180 ناقص 30. 180 ناقص 30 وتساوي 150 وتساوي 150. إذن الزاوية في الربع الثاني 150. إذن لهاي المعادلة قيمتين اللي هي 30 و150. 30 و150. خلينا نرجع لعند المثال. عندي هون حلل المثال. 2 ساين اكس تساوي 1. ساين اكس تساوي نص قسم على 2 على 2. اكس تساوي، هلا انا بدي اطلع قيمه اكس، ساين انفرس للنص، هاي السالب 1. يعني ما هي العمليه العكسيه؟ سالب 1 العكسيه. يعني ايش قيمه، ما هي الزاويه الساين الها نص؟ ما هي الزاوية الساين إلها نص تساوي 30؟ لأن ساين 30 يساوي نص. ساين 30 تساوي نص. هون سالب 1 إنه العملية عكسية. ما هي الزاوية التي ساين إلها نص؟ هي الزاوية 30. هلأ عندي الساين موجب، لأنه الساين موجب. متى يكون الساين موجب؟ بالربع الأول والثاني. بالربع الأول كانت الزاوية 30. كيف بدي أوجد الربع الثاني؟ حكينا بالربع الثاني 180 ناقص 30، لأنها بالربع الثاني يساوي 50. 180 ناقص 30 يساوي 150. إذن لهذه المعادلة حلان ضمن الفترة المعطاة. إيش الفترة المعطاة؟ من 0 إلى 360، يعني في جميع الأرباع. وبدور في جميع الأرباع، عندي X الساين موجب بالربع الأول والربع الثاني. إذن هاي الفترة دليل إنه ابحث في جميع الأرباع، وفي الربع الأول والثاني الساين عندي موجب. بطلع الزاوية بالربع الأول والزاوية بالربع الثاني، اللي هي بالربع الثاني 180 ناقص 30 ويساوي 150. إذن هذه المعادلة حلان ضمن الفترة المعطاة، هما 150 و30. 150 الساين إلها نص، و30 الساين إلها أيضا نص. الساين لل 150 ولل 30 يساوي نص. إذن إذا كان الساين موجب يساوي نص، الزاوية هي إما 30 وإما 150. خلينا نشوف مع بعض مثال 2 صفحة 101. بده أوجد 3 كوساين ناقص سالب 1. 3 كوساين، 3 كوساين إكس ناقص 1 يساوي 2. يساوي 2. خلينا نحلها مع بعض. عندي دائما زي كأنها معادلة، بتخلص من الأبعد عن المتغير. زائد 1 زائد 1 بتصير عندي 3 كوساين الإكس تساوي 3. بقسم على 3، بقسم على 3، كوساين الإكس تساوي 1. هلأ بحكي كوساين الإنفرس للواحد، اللي هي إكس تساوي كوساين الإنفرس للواحد. ما هي الزاوية التي كوساينها 1؟ الزاوية التي الكوساين إلها 1، برجع بتذكر بفتح هون. ما هي الزاوية التي كوساينها 1؟ وين الكوساين 1؟ هاي الكوساين 1. ما هي الزاوية التي كوساينها 1؟ إذن هي الزاوية 0. الزاوية 0. إذن هنا X تساوي 0. أيضا موجبة، أيضا موجبة. إذن كوساين في الربع الأول، كان الكوساين في الربع الأول موجب. هي الكوساين في الربع الأول موجب، وأيضا الكوساين في الربع الثالث بالرابع موجب. إذن الكوساين في إلها حلين،
كوساين بتكون موجب بالربع الأول والربع الرابع. في الربع الأول كانت كوساين الواحد، ما هي الزاوية؟ الزاوية إكس تساوي صفر. طيب هلأ كيف بدي أطلع الزاوية المرجعية في الربع الرابع؟ المرجعية في الربع الرابع. إيش الربع الرابع حكينا؟ بالربع الرابع اللي هي الزاوية المرجعية تساوي 360 ناقص ثيتا، يعني 360 ناقص صفر ويساوي 360. إذن الزاوية في الربع الرابع تساوي 360. إذن هذه لها حلان، الصفر والتلتمية وستين. الصفر والتلتمية وستين. نرجع نفتح صفحة 101. عندي 3 كوساين إكس ناقص واحد، 3 كوساين إكس ناقص واحد يساوي 2. جمعنا واحد على الطرفين، قسمنا على 3، كوساين إكس يساوي واحد، إكس تساوي كوساين العكسي للواحد. يعني ما هي الزاوية التي قياسها واحد؟ هي الزاوية صفر. بما أن الكوساين موجب وحكالنا إنه للأرباع الأربعة، تكون أيضاً الكوساين موجب في الربع الرابع. في الربع الرابع اللي هي حكينا 360 ناقص صفر ويساوي 360. إذن هذه المعادلة لها حلان ضمن الفترة، الفترة المعطاة اللي هي من صفر ل 360 اللي هي الزاوية صفر والزاوية 360. الزاوية صفر والزاوية 360. معاكم واجب أتحقق من فهمي، واجب أتحقق من فهمي، وبنكون هيك اكتفينا بحل المعادلات المثلثية وبنناقشها مع بعض بحصة الزوم. يعطيكم ألف عافية وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.